هذا برنامج أوراش هو ورش ملكي أعطته الحكومة الحالية. الحمد لله، أولا هذا الورش هو بشراكة مع عمالة بإقليم مجلس إقليم المحمدية، وكذلك بتعاون مع مجلس جامعة عين حرودة، وكذلك وكالة التشغيل والكفاءات، وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي. غيستافدوا منه ما يقارب 45 مستفيد ومستفيدة من الأرامل ومن النساء ومن الرجال ومن الشباب العاطل عن العمل. هذا الورش الحمد لله جا في واحد الوقت ديالو كما كنقولوا، بحكم تداعيات او مخلفات كورونا، كذلك مشكل الجاف اللي تعيشوا المملكه في هذه السادسه سنه. هذا الورش استفاد منه اكثر من 45 جمعيه ولا 46 جمعيه على المستوى اقليم المحمديه، بما فيهم جمعيات وبما فيهم تعاونيات. وهذا الورش كيشمل متنوع المشاريع. كان هناك اللي عنده مشروع في كما حنا كجمعيه تم يتضم عندنا مشروع في اطار المشروع البيئي، خاصه هنا تهيئه مقبره سيدي حجيج بمنطقه عين حروده، وكذلك ثانويه عين حروده غنهيئوها، وكذلك مركز التربيه والتكوين بسيدي بنت المجدوب. هناك بعض الجمعيات والتعاونيات اللي خداو بعض المشاريع كنظافه ديال المصارع، المرافق الصحيه بالمستشفيات، كاين الازقه، كاين ملاعب القرب، كاين اللي يدخل في التاطير الرياضي، التاطير الثقافي. الحمد لله حنا اخترنا كما الورش البيئي. الحمد لله غيت هذا المده الاشتغال ديال هذا الورش، وعندنا واحد العقد ديال 4 أشهر اللي غيستافدوا منه، كذلك غيتقادوا ما يقارب 3000 درهم، غيستافدوا من الضمان الاجتماعي ومن التغطيه الصحيه. الحمد لله حنا اللي كنطمحوا فيه ان 4 أشهر غير كافيه، حنا كنطمحوا اكثر من 4 أشهر. الحمد لله كما كنقولوا ان الشباب محتاج، لان بحكم المنطقه مقبله على الترحال، كاين هناك عمليه ترحال ديال الدواوير او دور الصحيح. الاغلبيه ديال هاد المستفيدين عندهم مشكل الكراء، الحمد لله اللي غيستافدوا بعدا الحمد لله غنخفوا لهم على العبء. حنا قبل ما نبداو هاد الورش حاولنا نوفر لهم واحد القفه ديال المؤن الغذائيه باش يتعاونوا بها ان شاء الله. وحنايا الرساله اللي كنوجهوها، لان عين حروده معروفه بالتكاتف النمو الديموغرافي، الساكنه على ربما اصبحت اكثر من 140 الف نسمه. هناك السيد البرنوسي ولا تم الزحف ديالو اللي كيولي كيدفن عندنا هنايا، الدفن عندنا اكراهات في الدفن هنايا، لانه عندنا مقبره سيدي بن الشو، سيدي حمد بن الشو وسيدي حجيج غير كافيه. هنا وجهنا رساله للجماعه الترابيه، مجلس اقليمي، مجلس الجهه كذلك خصو يتدخل، الوزاره البيئه واللي القطاع البيئي اللي مكلف حتى هو، الجهات العليا تم يتكلفوا لنا بهذا، لان حنا كنعانيو هنا في عين حروده في المقابر، كنعانيو كاين معاناه كثيره. هنا كمجتمع مدني حنا كنوجهوا هذه الرساله لجميع الجهات المعنيه، لان ربما جامعه عين حروده ما عندهاش واحد الوعاقه، ما بقاش كتوفر على وعاء عقاري، ربما خصنا ندخلوا مع هاد الشركه التهيئه اللي ولات عندها هذا المشروع ديال الزناته، وهي شركه لاساز او شركه تهيئه الزناته، يوفر لنا واحد العقاء واخا على الاقل هكتار ولا الحمد لله، لان هكتار يقدر يعطينا واحد على الاقل واحد 40 سنه ولا 50 سنه ديال الدفن، يعني القليله بعدا مزيانه، هادشي اللي كنتمناو. وكما كتشوفوا هذه المقبره سيدي حجيج اللي غنحاولوا 3 شهور ديال العمل ديالها فيها تقريبا، عندنا شهر اخر في الثانويه وفي مركز التكوين، غنحاولوا باش نهيئوها، لان عندك مشكل الصابره، لان خصنا ديك المعدات الكبيره. الحمد لله جامعه عين حروده وفرت لنا واحد المعدات الحمد لله، ولكن حنا خصنا ديك المعدات الكبيره اللي غنحاولوا نوجهوا شي رساله يوفرهم لنا، ونتمناو ان شاء الله هذه المقبره تكون هي مهيئه، لان راه باقي بعض شويه ديال الارض صغيره، نقدروا الى حيدنا داك الصابر نقدروا فين غندفنوا، نقدروا فين وربما حنا راه خصنا فين ندفنوا، حتى حنايا حتى حنا ما عندناش فين غندفنوا، هذا هو المشكل، هذا هو المبتغى ديالنا. كما كتشوفوا انا اوروبا ولا في تركيا ولا في ربما في الشمال ديال المغرب، الحمد لله في الجنوب عندهم مقابر تبارك الله مزيفه، كتدخل المقبره كتدخل داخل الجنه، الحمد لله الجنه. هنايا هنا المشكل، هنا في هذه المنطقه اللي كاع اي جماعه عندها الدواوير كتكون كتعاني، الجماعات كتعاني حقيقه في المغرب. حنا خصنا نضافروا الجهود، نتعاونوا مع لان ماشي المشكل في الجامعه ولا فينا حنا مجتمع، في الساكنه وفي المواطن، المواطن حتى هو راه مسؤول، مسؤول حتى هو، فخصو حتى هو ينظف المقبره اللي دخلها ينظف. ونتمناو ان شاء الله هذا الورش الملكي ان شاء الله اللي يكون ان شاء الله خير على منطقه عين حروده، هذا الشيء اللي كنتمناو ان شاء الله.